متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله جديده في اسواق المال والطاقه والشركات حول العالم ليوم الاحد 4 يونيو 2023. والبدايه مع العناوين. البنك الدولي يؤكد 24 دوله ناميه تعاني من فروق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازيه. الهند تستعيد مكانتها كخامس اكبر سوق للاسهم على مستوى العالم. UBS يدرس تاجيل اعلان نتائج الربع الثاني. مصادر تؤكد أوبك بلس تعقد محادثات لبحث حصص الإنتاج وتخفيضات جديدة. كانت هذه العناوين، وإلى التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. تشهد الهند قفزات غير مسبوقة في النمو الاقتصادي مما انعكس إيجابيا على أسواقها المالية. استمكنت سوق الأسهم الهندية من استعادة مكانتها في المركز الخامس كأكبر سوق للأسهم على مستوى العالم بدعم من المستثمرين الأجانب، بعدما تراجعت عن تلك المرتبة لصالح فرنسا في يناير. وبلغت القيمة السوقية للبورصة الهندية 3.3 تريليون دولار مع إغلاق يوم الجمعة وفقا لوكالة بلومبرج، مدعومة بارتداد أسهم مجموعة أداني بعد تعرضها لموجة بيعية بسبب تقرير شركة البيع على المكشوف الذي صدر في وقت سابق هذا العام. ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأحد أن بنك UBS يبحث تأجيل الإعلان عن نتائج الربع الثاني على الأقل حتى نهاية أغسطس، حيث يتعامل البنك مع التعقيدات المالية والسياسية الناجمة عن استحواذه على بنك كريدي سويس في صفقة إنقاذ. ومن المقرر أن يعلن البنك عن نتائجه للفترة من إبريل وحتى نهاية يونيو في 25 يوليو، وقد ورد في إشعار على موقع البنك الإلكتروني أن التاريخ المتوقع قد يتغير. والإشعار الموجود على موقع البنك يقول: قد يتغير تاريخ النشر اعتمادا على توقيت إغلاق عملية الاستحواذ المتوقعة على كريدي سويس. قالت مصادر لرويترز أن دول أوبك بلس وحلفاؤها اجتمعوا اليوم الأحد لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام والعام المقبل، ويبحثوا خفضا إضافيا في وقت يواجه فيه تكتل تراجعا في أسعار النفط. وأشارت المصادر إلى أن التكتل المعروف باسم أوبك بلس الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا أجل بداية المحادثات الرسمية بما لا يقل عن 3.5 ساعات بسبب مناقشات بشأن خط الأساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض. أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية والضغوط جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية إلى ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة، وهناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصادا تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي 14 اقتصادا منها على الأقل يشكل الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي مشكلة حقيقية، حيث يتجاوز 10% وفق ما كتبه ديفيد مالبس مدير البنك الدولي على نشرته الأسبوعية اليوم. وقال مالبس أن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة التكلفة ومشوشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.